يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك Amen.
الصالحين وأن الله يحيي القلوب أحيا به قلوب العارفين سبيل قلوبنا ورسنة على ذكره محبته إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فاتحة لفضيلة سيد العلامة الحبيب محمد بن سالم بن حفيد الشيخ عبد الكريم بن سالم، الله يحفظه وينصره ويبارك فيه في عمره إخوانه وأولاده وتلامذه ومحبه إنما كان في خير ولذة وعافية. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافي المشفى. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. ربي صل على يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. سلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء.
صلى الله عليه السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه السلام على المظلل بالغمامة صلى الله عليه السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه
وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والرف الآذانا. صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبان الله فقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا. والنور طاء عبده من نبي في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة مولى تأمل قوله فليفرح وعدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء ما استفق من غفلة عند وكن يقضانا. وأبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تترك من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار كنت خرجت من نكاه إلي إلهها صانا. الله عليه. طهر الله جمع اختاره وما برك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والناس والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما حبيبنا إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتسبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قدت لا أتوانا. حتى أناد ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا. وأقرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولو سوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرز ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا مولد المصطفى يا لي مقام عظيم عسى Oh.
Mustafa ya li maqamak azim
شفاء سقيم بشفاء والعوافي للذي هو سقيم يا ربي يا حي يا قيوم جودك عظيم يا مولد المصطفى يا اللي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من شاء عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يعمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا حينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما وصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا صاحب القدر المرافق
ببركات الهادي يا الله
به فانظر إلينا يا الله وعدنا به كل مطمع يا الله ربي اغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي اغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسكنا يا رب أغثنا بحياة طالية مع صلى الله على محمد لم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله أحمد الترى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة أنا مشغول بلا إله عن جميع إن تكن يا سعد
ليس للأغيار يذكر إنه معنى لطيف عن جميع الناس غير عن عبد تقي صوفي صافي محرر ذي شريعة وهقيقة جمع الفرع وأصلا أين أرباب المساني والعلوم اللدنية أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أنا أدعو من دعاني هكذا حكم القضية في خصوص لا عموم علة من بعدنا لا أنا مشغول بلا قل هو الصواب المولى أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولد الحبيب بخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا صلى الله عليه والآيات المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا وأرضعت الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بانا قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب عذقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل سنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلى إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما خير الأذهان ضر له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت ذويبتها فكان شانا أنقره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا
سبحان من أمضغ أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صلي وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi hada wa qanna shallabibu bi siratin mardiyatin wa ma'ata isyana salam tar'ahu aynullahi man addabahu ahsanu ta'diban nabi ihsana sallallahu alaihi fanasha saduqan musinan da'ifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana dahimmatin wa suja'atin wa tawakkurin wa makarimi la tahtasi husbana sallallahu alaihi du'iyal amin wa huwa fi ahli sama ni'mal aminu lahul muhaiminu sona zahabat bihil ummu tazuru abahu fi taibat idh fiha alhimamu kana wal mustafa fi batniha wa qad ata ali sittun min sinihi al'ana sallallahu alaihi wa qad natahal mautu hina ruju'iha fabahu abdul mutallib hanana sallallahu sanatai wafahu liman fadammahu ammul malal atfu alaihi janana خطبت بنت حويلد في الخمس والعشرين حزت بالمشفع إيشانا ظلم قد حقق المولى لها أعمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مسكنة لوضع الحجر الأسود بالكعبة حيث أبانا عن سعة الأكل وقاد الحجى سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه إن استع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموا بالأحجار بل أجروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والأرش والكرسي رأي مولانا والإذ بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدى والبلد البلد الكريم وزانا فقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهانا كرما وعطفا وسخا وتواضعا والجد حن محبة وحنانا
والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدحى شاربا ريانا والله قد أضمت عاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع صحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول يساوي القول منا أو يكون سنانا
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا داره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. آمين. أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك سيار أجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس سيار أجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا كان بالمصطفى صل عليه وآله محركت ريح الصبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى أصحاب رسول أجمعين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. سلام سلام كمسك الختام حائبا فنا يا كرام. سلام يوم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام. أنا عبدكم يا أهل
حسن ولا في المنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعيسي بكم وراحة روحي رجاء إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيما منايا كرام وما ذكره سنا في ظلام وفك القيود عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايبا بنايا كرام وما ذكره صنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله